في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، وهي آخر فقرتنا في هذه الحلقة، إنجازات مصرية في قطاع التنمية الصناعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديات وطموحات التنمية الصناعية في صعيد مصر، من المجمع الصناعي بقرية الجنينة والشباك في نصر النوبة. المشروعات دي كلها كان لها الفضل في تحويل المجتمع الأسواني من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع تنموي منتج وأيضا متطور، وكانت وما زالت وسوف تظل هذه المشروعات هي طاقة الأمل اللي يجب أنه يتمسك بها شباب مصر بشكل عام بعيدا عن انتظار الوظائف الحكومية. حول هذا الموضوع بيسعدنا أن يكون معنا ضيفة كريمة في حلقة اليوم، كيميائي مريم عبد اللطيف أبازيد، مسؤول فرع هيئة التنمية الصناعية بأسوان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة مريم. لو حبينا في البداية نعرف هو إيه الهدف من المشروع ده؟ وصحو حضرتك، اولا المجمعات الصناعيه ده مشروع رئاسي، الهدف منه تعميق الصناعه المحليه بمصر وخلق بيئه جاذبه للاستثمار الصناعي. لما نقول يعني تاكيد على فكره الصناعه المحليه عندنا هنا، يبقى احنا بنتكلم عن انهي صناعه بالظبط؟ يعني في صناعات متعدده زي الصناعات الكيماويه، صناعات الغذائيه، صناعات الهندسيه، يعني في اكتر من مجال ممكن في أكتر ممكن يبقى هو ده هدفنا من عمل المجمع. وبرضه بيبقى في زي في المجمع الصناعي الهدف منه ان هو يبقى في خلق تكامل وتكافؤ ما بين الصناعات، تبقى مكمله. يعني الصناعات اللي حضرتك ذكرتيها دي يبقى في كمان تبقى مكمله لبعض، مكملة في صناعات بتخدم بعض. طب انا لما اجي اقول مثلا احنا حضرتك قلت صناعات غذائيه وكيميائيه مثلا، طب ايه ممكن يكون الرابط بين الاثنين؟ يعني مثلا في الصناعات الغذائيه في التعبئه والتغليف بنحتاج الخامات، الاكياس البلاستيك. تمام. طيب الاكياس البلاستيك الصناعات الكيماويه هي مسؤوليتها، مسؤوليه الصناعات الكيماويه بالظبط. ومن هنا بقى بنخلق الرابط بينهم. بالظبط. طب تمام كده، اوكي. طب ايه بقى اللي بيميز المجمع الصناعي ده تحديدا الموجود عندنا في قريه الجنينه والشباك؟ اللي بيميز المجمع الصناعي يعني ايه الحاجه اللي فيه مختلفه عن اي مجمع تاني موجود في اي مكان تاني؟ اولا هي الوحدات الصناعيه اللي في المجمع الصناعي كامله المرافق، تمام. مرافقه بالكامل. طب لما نقول يعني ايه كامله المرافق، يعني فيها ايه وايه وايه بالظبط؟ دخل لها مرافق ميه، كهرباء، تمام. في خطوط تليفون، تمام. كل المرافق يعني كلها مجهزه كاملة. مجهزه. طيب. كامله المرافق دي واحده من المزايا، ايه بقى المزايا في مزايا التانية؟ تانية في منطقه للخدمات في المجمع الصناعي، زي في مبنى اداري، في بنك، تمام. في سوبر ماركت، في منافس بيع، ان هم المصنعين لما يكونوا محتاجين ان هم يبيعوا المنتج بتاعهم في منافس في بيع. مكان يعني في معارض، اذا في معارض ومنافس بيع. في معارض برضو، في معارض وفي منافس بيع. طب وفي مطعم وفي كافيتيريا برضو. ده مهم في ايه بقى؟ يعني ان الحاجات دي كلها تبقى متوفره، يعني يخدم المجمع في ايه؟ هي بتخدم المستثمر الصناعي ان هو هيصنع في مكان وهيبقى فيه متاح مكان قريب منه يعرض فيه المنتج بتاعه. وكمان عنده بقى زي ما حضرتك ذكرتي مطعم، عنده سوبر ماركت، عنده بنك، عنده اللي هي الامور التانية اللي ممكن يحتاجها اثناء عملية بالزبط. تنفيذ مشروع يعني. طيب هل من ضمن اهداف المشروع ده ان احنا حضرتك قلتي نعمق الصناعة المحلية؟ انا عايزاك تاكدي لي برضو على فكره ايه الصناعات المحليه المهمه بالنسبه لنا احنا كاسوان وعايزين نطرحها وعايزين الاسواق الاخرى تعرفها؟ يعني زي مثلا في اسوان احنا عندنا متوفر التمر، تمام. ففي صناعات بتعتمد على التمر زي التعبئه وتغليف التمور، في صناعه دبس التمر، ده برضو في مشروعات زي كده بتعتمد على التمور. واحنا المشروعات دي ما كانتش عندنا الاول؟ لا مش مفيش في اسوان. فحلو ان احنا كمان بقينا بنخلق مشاريع جديده من منتجات موجوده عندنا واحنا مشهوره عندنا يعني. وفي اللي هو مثلا اللي هو السعف والخشب بتاع التمر، برضو في صناعات هندسيه بتبقى معتمده عليها. طب حلو جدا. زي صناعه الاساس برضو منها. يعني احنا بنحاول نستثمر اي حاجه موجوده عندنا نوديها بقى لبند التصنيع بحيث ان احنا نستثمرها ونستفيد منها يعني. تمام. المصنع فيه عدد وحدات معينة؟ هو المجمع الصناعي إجمالي عدد الوحدات 308 وحدة. يعني ايه وحدة بقى؟ يعني مصنع؟ وحدة يعني مصنع. مصنع صغير. صغير. المساحة اللي متوفرة بالمجمع الصناعي قد ايه تقريبا؟ في نموذجين. في نموذج مساحته 180 متر.
ده مخصص لنشاط تعديني مواد بناء، وفي نموذج تاني مساحته 90 متر، ده مخصص للأنشطة الأخرى، لغذائي وهندسي وكيماوي والمفروشات وملابس الجاهزة. طيب يعني في انت قلتي واحد النموذج 180 والتاني 90. 90 متر. 90 عدد بقى الوحدات في كل واحد فيهم قد ايه؟ يعني ال 180 وحداته قد ايه؟ 180 200، 180 26 وحدة، 26 وحدة. واللي هي 90 متر 282 طب وحدة. الإقبال أكتر بيبقى على أنهي مساحات فيهم؟ على الـ90 التسعين أكتر مش كده؟ عشان كده حتى واضح إن عددها أكبر، ويمكن عشان واللي بيحكم برضو النشاط، يعني النشاط هو نفسه. النشاط نفسه بيحكم برضو هو اللي بيخليكي برضو تروحي لأنهي مساحة أكتر بالظبط، لأن يعني. 180 متر ده مخصص لنشاط واحد بس اللي هو تعديني مواد بناء، فبس الإقبال زايد على اللي هو الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية أكتر. طب أنا عايزة أسألك كده كمواطنة مصرية بقى، مش ككيميائية يعني، ايه رأيك انت في نوعية المشروعات اللي بقت بتتقدم عندنا هنا في جنوب الصعيد، ونموذج منها المجمع الصناعي اللي موجود في ناصر النوبة؟ احنا في مشروعات زي الصناعات الغذائية، مثلا تصنيع الحلاوة الطحينية والعسل. في الأول كنا بنستورد الحاجات دي من محافظات تانية، تمام بنجيبها تمام من محافظات تانية، فدلوقتي التوجه ان احنا نصنع الحاجات دي ونعمل هنا. اكتفاء ذاتي. بالظبط. طب في يعني ممكن كمان نصدر، يعني نطمح في فكرة ان احنا بعد ما نعمل اكتفاء ذاتي كمان يبقى عندنا متاح بالنسبة لنا ان احنا كمان نصدر؟ طبعا. وفي طبعا الميزة لمحافظة أسوان، إن محافظة أسوان هي المحافظة الحدودية الوحيدة صحيح. اللي فيها مجرى ملاحي نهري بيربطها ب19 دولة على مجرى نهري النيل. يعني كمان عندنا فرصة نصدر خارج مصر مش طبعا. بس داخل بالظبط. المحافظات. طيب أنا عايزة أقول كمان إنه مش بس نصر النوبة هي اللي يعني كان لها نصيب في المشروعات الكبيرة الحقيقة اللي بدأت الدولة تتوجه إليها في السنوات الأخيرة. بنبان كمان يمكن كان اسمها مسمع من أيام ما شفنا محطة الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء، وكانت العيون مسلطة عليها. وطبعا حضراتكم عارفين انه بنبان هي يعني واحدة من اعظم محطات استخراج الطاقة الشمسية على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. خلينا نفكر حضراتكم بس بهذا